في الجزء الأول من رحلتنا إلى أعماق أنتاركتيكا استكشفنا معا أسرارا دفينة وحضارات مفقودة، ورأينا كيف أن هذه القارة المتجمدة تخبئ في طياتها تاريخا وأسرارا وألغازا محيرة. لكن الحكاية لم تنتهي هنا. تذكرون قصة العلماء الذين اختفوا فجأة في معسكر أرض ماري بيرد، وكيف عدوا مذعورين ويريدون الفرار بأسرع ما يمكن. في هذا الجزء سنكشف لكم عن الأحداث الغامضة التي وقعت بعد ذلك، وسنغوص أعمق في عالم المؤامرات والأسرار التي تحيط بأنتاركتيكا. دعونا الآن نعود لمجموعة العلماء الذين اختفوا فجأة وقت هبوط طائرة الإنقاذ إلى معسكر ماري بيرد بعد رحلة استغرقت ساعتين فقط من قاعدة ماكموردو. مشهد مرعب ينتظر الطاقم. العلماء يكدسون معداتهم بشكل عشوائي وكأنهم يهربون من كابوس. صعدوا الطائرة في صمت قاتل وكأن ألسنتهم قد قطعت. الأسئلة تنهال عليهم. ما الذي حدث؟ هل أنتم بخير؟ لكن لا جواب سوى النظرات الفارغة. رحلة العودة كانت أكثر رعباً، فساعات من الصمت المطبق ولا أحد ينطق بكلمة واحدة. وعندما هبطت الطائرة في ماكموردو جاء الأمر الغريب. لم يكن العلماء قادرين أو راغبين في الحركة، وكان لابد لشخص ما أن يصعد إلى الطائرة ويفك أحزمة الأمان ويخرج كل عالم من مقعده. من الواضح أنهم قد شاهدوا شيئاً رهيباً وكانوا يعانون من اضطراب نفسي حد، ربما اضطراب ما بعد الصدمة. ساروا ببطء مثل الموت الأحياء نحو الطائرة الأخرى ثم اختفوا. أما معداتهم البحثية فقد تم نقلها إلى منشأة تخزين مغلقة ومؤمنة، وطلب من طاقم الإنقاذ عدم الاقتراب منها أو الدخول إلى هناك، وبقيت المعدات معزولة ومحمية حتى تم نقلها إلى مكان آخر. في ذلك الوقت لم يكن أحد يعلم أن هذه المعدات ستنقل في النهاية إلى قاعدة باترسون الجوية في أوهايو. إذا كنت على دراية بتاريخ الأجسام الطائرة المجهولة، فستعرف أن قاعدة باترسون هي واحدة من المواقع التي يتم فيها نقل المركبات المستردة. كانت باترسون أيضاً مقراً لمشروع بلوبوك أو الكتاب الأزرق، وهي الوحدة المسؤولة عن التحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة التابعة للقوات الجوية. تم استدعاء طاقم الإنقاذ إلى مكتب القائد، حيث كان ينتظرهم رجلين غريبين في ملابس مدنية قاما بتكميم أفواههم بشكل حرفي. وصدر أمر صارم: لا تتحدثوا عما رأيتم، عن العلماء المفقودين وعن المعدات، عن كل شيء وكأن الأمر لم يحدث. بالنسبة لبرايان مهندس الطيران لم يكن هذا الأمر جديداً. عقد اجتماع مشابه في نفس الغرفة قبل حوالي 10 سنوات، لكن ذلك الاجتماع لم يكن عن أشخاص ومعدات على الأرض، فكان يدور حول ما رآه برايان في السماء عام 2003. في ذلك الوقت أرسل فريق من قوات البحرية الخاصة من قاعدة ماكموردو إلى منطقة نهر بيردمور الجليدي. المهمة رسمياً استطلاع روتيني، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً، فكانت عملية استخراج عالم وبحوثه السرية. قائد الفريق الذي يحمل اسم الرمز سبارتان وان تلقى أوامر صارمة بحماية الباحث وأبحاثه بأي ثمن. Research reconnaissance mission. Officially, it was to find a certain individual, obtain any information, and bring it back. What was the date? August 2003. كانت مهمة غامضة، فالباحث مجرد عالم يلتقط صورا لجبل جليدي، لكن الأمر كان أكبر بكثير. عندما اقترب الفريق من الهدف، ظهر أمامهم مشهد لا يصدق. جسم أسود ضخم على شكل 8 أضلاع يبرز من الجليد الذائب. كان ارتفاعه حوالي 18 قدماً وبدا وكأنه مدخل إلى عالم آخر. اقترب سبارتان من هذا الجسم الغريب ورأى باباً ضخماً ارتفاعه حوالي 7 أمتار وعليه نقوش غريبة تشبه خريطة نجوم. وكان هناك رمز غريب أيضاً، مثلث به خطان متقاطعان، وهذا الرمز ظهر في أماكن مختلفة حول العالم عبر التاريخ. والصحفية ليندا مولتون هو التي أجرت مقابلات مع سبارتان وشهود آخرين
أظهرت له عملة معدنية عثر عليها في مدينة المكسيك عام 1993 تحمل نفس الرمز الغامض. كان هذا الرمز على الجزء العلوي الأيمن من الباب الضخم، ودفع سبارتان الباب برفق ففتح بسهولة وكأنه مثل خفة ريشة. دخل الفريق إلى الداخل إلى عالم مجهول آخر. درجة الحرارة الخارجية تلامس 40 تحت الصفر، بينما يلفهم داخل المبنى دفء صناعي يراوح بين 20 و22 درجة مئوية. تخيلوا قاعة ضخمة مساحتها تعادل 3 ملاعب كرة قدم مجتمعة، جدرانها تنبعث منها إضاءة خضراء فاتحة وكأنها مصنوعة من ضوء وليس من حجر، وعلى تلك الجدران صفوف من النقوش الغريبة أشبه بالهيروغليف المصرية أو المايا، لكنها ليست كذلك. اكتشف الفريق الباحث بداخل هذا المأوى الغامض يلتقط الصور والعينات. أشار إلى منحدر طويل في نهاية القاعة قائلاً إنه يؤدي إلى مستويات أدنى من المبنى، والذي يغطي مساحة تزيد عن 5 ملاعب كرة قدم. هذا كان عام 2003، وكان هذا الباب الضخم هو المدخل الوحيد لهذا العالم السري. لكن مع مرور السنوات تم اكتشاف مداخل أخرى، لكن الوصول إليها يتطلب غواصات قادرة على الغوص لمسافة 3 كيلومترات تحت الجليد. وعلى عكس المستوى العلوي، فإن المستويات السفلى لهذا المبنى مأهولة ولكن ليس بالبشر. تلك المهمة الغامضة التي خاضها برايان مع العلماء المختفين لم تكن تجربته الأولى مع الغرائب التي تخفيها أنتاركتيكا. ففي أوائل الثمانينيات قام بطل قصتنا برحلات جوية عديدة فوق القارة المتجمدة، كانت في الغالب رحلات روتينية لإمداد محطات البحث بالمواد الغذائية والأفراد. ولكن إحدى هذه الرحلات غيرت كل شيء، فقد تلقى الطيار برايان أوامر عاجلة بنقل عالم مصاب من محطة ديفيس الواقعة على الجانب الآخر من القارة المتجمدة. بعد تحميل طاقم طبي إضافي من محطة ماكموردو، انطلقت الطائرة نحو جبال الترانسانتاركتيك. بينما يقتربون من القطب الجنوبي، لاحظ برايان مساراً غريباً يرسمه الملاح. كانوا يتجهون مباشرة نحو معسكر نائي يسمى محطة إير سامبلينج بالإنجليزية، أو محطة عينات الهواء بالعربية. هذه منطقة محظورة الطيران، لكن مع وجود حياة بشرية على المحك قرر الطاقم المخاطرة. مع ارتفاع الطائرة رأى برايان شيئاً سيلاحقه كالكابوس. حفرة عملاقة في الجليد يبلغ عرضها حوالي 90 متراً، آثار أقدام غريبة تنتشر حول الحفرة وتمتد إلى داخلها. كان واضحاً أن هناك نشاطاً كبيراً حول هذه المحطة. لماذا كل هذا السرية حول حفرة جليدية في منتصف لا مكان؟ سؤال حير الطاقم، لكن المهمة الإنسانية كانت أولوية. بعد إيصال المصاب إلى ماكموردو بسلام، تم استدعاء الطاقم إلى مكتب القائد. هناك وجدوا ضابطاً لم يروه من قبل، بالإضافة إلى رجلين غامضين يرتديان بدلات رسمية. أوضح الطاقم أنه لم يكن لديهم خيار، كان المريض ليموت لو اضطروا إلى الطيران طوال الطريق حول ذلك المكان. وعندما وصلوا إلى منطقة النولي، بدأ أحد أفراد الطاقم بالتكلم عن مشاهداته غير العادية في تلك المنطقة، حيث رأى أجساماً طائرة غير معروفة الهوية فضية اللون في مناسبات عديدة. وكان هذا الحدث شائعاً في القطب الجنوبي لدرجة أنه أصبح مزاحاً روتينياً في قاعة الاجتماعات. وأخيراً نطق الرجال ذو البدلات الرسمية وتقدموا للأمام وقالوا: حسناً أيها السادة، ما رأيتموه لن تروه ولن تكونوا فوق تلك المنطقة، ولن تعبروا تلك المنطقة أبداً، لن تتحدثوا عن هذا الأمر مرة أخرى، وكأن شيئاً لم يحدث. ووافق الطاقم على ذلك، ولم يفكر برايان كثيراً في الحادث حتى بعد بضعة أشهر، حيث تم تكليفه بنقل مجموعة من العلماء إلى القبة في القطب الجنوبي، وتم إيقاف تشغيل القبة في عام 2010. ويقول أيضاً أثناء بعثاته الاستكشافية إلى هناك، قابل بعض المدنيون الذين قالوا إنهم سوف يعودون إلى تلك المنطقة لمقابلة بعض الزوار. وقد سمع برايان أفراد طاقم آخرين يقولون أشياء مماثلة، حيث كانوا يأخذون الناس إلى الحفرة في القطب الجنوبي للتحدث مع الزوار. What do you mean by visitors? And he said, well, my impression was that they weren't human. I said, human? You know, he said, what are you talking about? He says, it seemed to me they were talking about like an extraterrestrial alien, because they didn't
refer to them as a person, it was visitor. ماذا تعني بزوار؟ يقول برايان يبدو لي أنهم كانوا يتحدثون عن كائنات فضائية أو مخلوقات غريبة لأنهم لم يشيروا إليهم على أنهم أشخاص بل زوار. لطالما دارت الشائعات حول تلك الحفرة العملاقة في الجليد أنها مدخل لقاعدة سرية يتعاون فيها البشر مع أشخاص آخرين أو كائنات فضائية على مشروع ما. لا نعرف ماهية هذا المشروع، لكن المؤكد أنه أمر بالغ السرية. كان ذلك في التسعينيات، لكن الآن لدينا جوجل إيرث. يحاول الجيش بكل قوة إخفاء نشاطاته في أنتاركتيكا، لكن هناك صوراً لا يمكن تفسيرها. في عام 2007 ظهرت صورة مثيرة للشك على جوجل إيرث. إنها مدخل كهف يبدو وكأن هناك درجاً يؤدي إليه. الأرض المحيطة بالمدخل متغيرة اللون، كما لو أن آلات أو معدات كانت تتحرك داخل وخارج الكهف. بعد بضعة أشهر من نشر الصورة اختفت من جوجل إيرث، ثم في حوالي عامي 2019 أو 2020 ظهر مدخل الكهف مرة أخرى، لكن هذه المرة لا يبدو كمدخل إلى حد كبير. في الواقع على الرغم من أن هذه الصورة أحدث بعشر سنوات، إلا أن جودتها أسوأ. نرى تفاصيل أفضل في الصورة القديمة، وهذا أمر مشبوه ويبدو وكأنه محاولة للتستر. وبتاريخ 13 أبريل 2002 ظهر عنوان صادم في صحيفة فري ريبابليك ويقول أن الولايات المتحدة تنفي اكتشاف أطلال مذهلة في أنتاركتيكا تم تصويرها بالفيديو. وحدث أن فريقاً تلفزيونياً من شركة إنتاج تدعى أتلانتيس تيفي ذهب إلى أنتاركتيكا للتحقيق في شائعات عن عمليات حفر أثرية ضخمة على عمق 3 كيلومترات تحت الجليد، واختفى الفريق بشكل غامض، لكن فريق إنقاذ بحري عثر على معسكرهم وبعض معداتهم. وبين الأشياء التي عثر عليها شريط فيديو، عرض ضابطان بحريان اللقطات على العلماء عند عودتهم إلى قاعدة ماكموردو، وما شاهدوه على الشريط كان كما وصفوه أطلال مذهلة وأشياء أخرى لا يمكنهم الاقتراب منها. يبدو أن تلك البعثة اكتشفت مجمعاً هرمياً قديماً على عمق 3 كيلومترات تحت الجليد، وكلمة الأهرامات تظهر مجدداً في هذا اللغز المذهل. والمثير للدهشة أن الجيش الأمريكي منع بث الشريط، ورفعت قناة أطلانتس تي في دعوى لاستعادة ممتلكاتها، لكنها خسرت القضية، ومنذ ذلك الحين اختفت القناة عن الوجود. هناك الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام، ولكن بعد كل ما طرحناه عليكم أعزائي المسافرون، أين الحقيقة من الخيال؟ وهنا لا يسعنا القول إلا أن قصة جندي البحرية الذي زعم دخوله المنشأة الفضائية فهي تعتمد فقط على شهادته بدون أدلة ملموسة، ورفض الكشف عن هويته أو الوحدة التي ينتمي إليها، مما يجعل قصته غامضة. لكن هناك مصدر آخر للمعلومات لا يمكن تجاهله. للمخرجة والصحفية ليندا مولتن، هذا الفيلم يقدم تفاصيل مذهلة عن الشهادات التي جمعتها المخرجة عن هذا الموضوع. مع ذلك هناك العديد من الشهود الذين يؤكدون رؤية الأجسام الطائرة الغامضة في أنتاركتيكا. تخيلوا محاولة الوصول إلى تلك الحفرة الأسطورية بطائرة خاصة مستحيل، لأن المنطقة بأكملها منطقة حظر طيران، والسبب الرسمي لذلك هو حماية النظام البيئي. لكن هذا التفسير لا يصدق، فمعظم سطح القارة قاحل وجليد وليس هناك نظام بيئي يذكر. بالإضافة إلى ذلك لا يهمني سطح القارة بل ما يخبئه باطنها الجليدي، وهم بالتأكيد لن يخبرونا. هل تعتقدون أن هناك حقائق مخفية عنا في القارة القطبية؟ لا شك أن هناك شيئاً غريباً يحدث هناك، ولا شك أننا أمام لغز ضخم مليء بالأسرار والتناقضات. شاركونا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا المتابعة لمشاهدة كل جديد. دمتم في أمان الله.